حياكم الله مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في برنامج المؤشر، وفي هذه الفتره الثانيه التي نتابع فيها معكم ختام التداولات على ختام جلسات هذا الاسبوع، واللون الاخضر الذي هو على مؤشرات السوق اليوم واكثر وضوحا ب 45 نقطه للسوق الرئيسي، كذلك ايضا ارتفاعات للسوق الاول وايضا ارتفاعات للسوق او مؤشر السوق العام. نتابع تفاصيل ختام جلسات هذا الاسبوع من الزميل عايد العنزي من استديوهاتنا في بورصه الكويت، وحياك الله ابو عبد الله. مساء الخير رائد، مساء الخير مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم. فعلا رائد جلسه مميزه واستكمالا لجلسات بدايه هذا الاسبوع حتى جلسه الختام، السوق الرئيسي يتفوق بصوره واضحه بنشاط ايجابي وبدخول قوي جدا على معظم شركاته، لذلك نلاحظ السوق الرئيسي منذ بدايه الاسبوع حتى هذه الجلسه نشاط غير طبيعي صراحه، ودخول ايجابي على شركات التوزيعات، شركات اللي يعني المضاربيه، ارتفاع اكثر الشركات تقريبا 40 إلى 50% في هذا الاسبوع. يعني السوق الرئيسي ما قصر هذا الاسبوع، نشاط واضح ودخول قوي جدا على معظم شركاته، فيما السوق الاول استقر عند نفس المستويات السعريه السابقه، ولاحظنا مشاهدينا الكرام ثبات الاسعار فيما هناك بعض التراجعات لبعض الشركات، ولكن ثبات الاسعار هو الميزه التي تميز فيها السوق الاول خلال هذا الاسبوع. نذهب مباشره مشاهدينا الكرام للمؤشرات ومن ثم نبدا الحديث عن السوق الاول ووضعيه هذا السوق، ولكن السوق الرئيسي اليوم فعلا كميه وقيمه وكل شيء عمل في هذه الجلسه. نلاحظ مشاهدينا الكرام 14 نقطة و18 نقطة هي مكاسب السوق العام حتى هذه اللحظة، وبكمية تداول 196 مليون و600، يعني ارتفاع واضح للسوق العام. لم يأتي هذا الارتفاع من السوق الأول، بل أتى من السوق الرئيسي. السوق الأول مستقر، يعني أقل من نقطة واحدة، أقل من نقطة مشاهدينا الكرام السوق الأول، لكن استقر السوق الصعود هذا أتى من السوق الأول. نلاحظ صفقات قليلة جدا 8927 وبقيم 34 مليون و190، نصيب السوق الرئيسي 12 مليون و600، اللي بصعود اليوم 45 نقطة و16 النقطة. يعني واضح الأداء، واضح النشاط مشاهدينا الكرام منذ البداية حتى النهاية، لذلك السوق الرئيسي اليوم نشط الغاية وبدخول قوي جدا على معظم شركات اليوم الأفكو تستمر بالصعود اليوم وتخترق حاجز 200 فلس بصوره بس يعني سهله وسلسه، كذلك اكثر من شركه في هذا السوق، الكيبلات يعني والله ما لا اذكر اي شركه بالضبط لكن راح اذكره بعد شوي، اغلب شركات السوق الرئيسي بوضعيه جدا ايجابيه. اليوم مميز السوق الرئيسي هو ارتداد شركه شمال الزور، ارتدت ارتداد جدا طيب شمال الزور بعد سلسله من التراجعات امتدت من يوم الخميس حتى يوم الاربعاء حتى هذه الجلسه، لذلك شمال الزور اليوم ارتدت ارتداد جدا جيد، وراينا المنطقه الخضراء لهذه الشركه. نشوف الوطني مشاهدينا الكرام، اكيد راح يكون في دخول وطني، عودنا على الدخول الاجانب في الدخول واضح مشاهدينا الكرام، قاعد يزيد ملكيتهم كل يوم عن الثاني خاصه في الوطني، وهذا شيء يعني ايجابي. لاحظنا الملكيه تقترب من ال 20%، ملكيه الاجانب في الوطني تقريبا ما يقارب ال 20%، 19.12 اعتقد حتى جلسه اليوم، لكن جلسه اليوم تبين معانا ان شاء الله يوم الاحد القادم. نشوف الوطني هل هناك اقفال مميز، هل راح يكون هناك دخول ايجابي للوطني ولا لا، راح يبين في هذه اللحظات، وكذلك بقيه البنوك والشركات الاخرى اللي في السوق الاول. نشوف الوطني حاليا 928 مطلوب 646 معروض 802 290 مشاهدينا الكرام، 298 تقريبا 300. السوق البنك الخليج مستقر او متراجع 242 209 6 مليون و300، الدولي 228 202 209 مليونين و290. برقان اللي يستمر بالنشاط الايجابي، يستمر بالنشاط الايجابي برقان، يعني برقان على طول ايام الاسبوع اعتقد انه كان في المنطقه الخضراء حتى هذه الجلسه اللي وصل فيها الى 215. بيتك استقر، بيتك واضح استقراره عند 680، قاعد اتكلم عن هذا الموضوع 3 مليون و200، بيتك حاليا 748 يطلب 390، معروض 646 326، ولكن الاستقرار هو عنوان لبيتك خلال هذا الاسبوع. اما بوبيان فبارتداد جيد 575 مليون و700، المشاريع كذلك بارتداد جيد 196، الصناعات الوطنيه كذلك بارتداد جيد هذا الاسبوع، واحتمال الصناعات ترتفع اكثر مع اقفال المزاد 188، احتمال تروح 189 مليونين و700. المباني على تراجع، بوبيان بتكماويات اللي تاخرت نتائج الماليه للنصف الاول، اتوقع يمكن الاسبوع القادم راح تكون هناك نتائج ماليه لبوبيان، لذلك بوبيان لاحظنا فيه صعود ايجابي. الجرين بتكماويات يستمر بالصعود الواضح ب 342 في هذه الجلسه، جيلتي في المنطقه الخضراء، زين تتراجع في هذه الجلسه ولكن في طلب قوي جدا بالحد الاعلى 484، معروض بالحد الادنى 288، 3 مليون و870. هيومن سوف يتراجع في هذه الجلسه لكن الطلب جيد في هذه اللحظات. الاهلي المتحد البحريني مستمر بالتراجعات،
الأهلي المتحد البحريني مستمر بالتراجعات في الآونة الأخيرة وحاليا 236. طبعا باقي ثواني وندش المزاد، باقي ثواني وندش المزاد ونشوف ايش راح يصير مشاهدينا الكرام. اما بنقوربا في المنطقه الخضراء يرتد في هذه الجلسه ميزان بعد ما كسر حاجز 600 فلس، اليوم يقفز فوق هذا الحاجز، واعتقد ان وضعيته ايجابيه، لكن ممكن يغلص بعض المكاسب، ممكن يغلص بعض المكاسب الى 613 يمكن 610 تكون، لكن ما شكو عشر طلبات المتكامله بطلب قوي جدا في هذه اللحظات، اللحظه المتكامله. شمال الزور اليوم 275 مشاهدينا الكرام، وضعيته جدا ممتازه في هذه الجلسه، والبورصه في المنطقه الخضراء، لذلك اغلب شركات السوق الاول المنطقه الخضراء باستثناء خمس شركات في المنطقة الحمراء، فيما هناك استغلال ربقية لشركة واحدة فقط لغير، أما بقية الشركات فجميعها المنطقة الخضراء، ونلاحظ الإقفال على الأبواب مشاهدينا الكرام، والكميات المتداولة اليوم وين كملت؟ كملت الكميات المتداولة اليوم على بعض الشركات خاصة أرزان 38 مليون ونص تقريبا، أرزان الأولى 9 مليون 900، ونلاحظ عيان حوالي 9 مليون وشوي، وعقارات الكويت 10 مليون 700، يعني في تداولات. السفن اليوم بيرتفع جدا جيد مشاهدينا الكرام بكم تداول 1,600,000، وبترو جلف 3 مليون و400، هذه الكميات المتداولة اليوم يعني لها دور كبير جدا. الكمية المتداولة اليوم في السوق الرئيسي 142 مليون و400، والإقفال على الأبواب دشينا 39 وقربنا من 40 نقطة 40 دقيقة مشاهدينا الكرام، وأعتقد أن الإقفال قاب قوسين أو أدنى، قاب قوسين أو أدنى الإقفال، وها هو الإقفال، ها هو الإقفال الوطني فلسين صعودا، الوطني فلسين صعودا، والسيولة من 34 مليون و100 إلى، خلينا نشوف وين الوطني بصعود واضح مشاهدينا الكرام، 36 مليون و400، 36 مليون و400 يعني مليونين و300 في إقفال المزاد. نلاحظ برقان في المنطقة الخضراء، بيتك على تراجع، أي تراجع بيتك الظاهر، عطينا عين قلنا مستقر، وظاهر أن تراجع بيتك فلسين، بيتك يتراجع في السير مشاهدينا الكرام، وكذلك بوبيان في من المشاريع في المنطقه الخضراء. الصناعات الوطنيه لا ترتفع اكثر، ونشوف بريق القابضه مسوى 40 فلس، الخصوصيه عشري الفلس مع مساكن ايفا فنادق كذا، ايفا بايفا وليس ايفا فنادق موقوفه، مشاريع بارتفاع، ارزان بارتفاع، مجموعه البحر مثل ما يطلق عليها اليوم في المنطقه الخضراء، الاولى ب 14 الفلس صعودا، السلام ب 10 الفلس، اكتتاب ب 10 الفلس، نور بفلس واحد صعودا، الامتياز كذلك باستقرار، عقارات الكويت فلسين مشاهدينا الكرام، والوطنيه العقاريه بارتفاع، ربيع عقاري بارتفاع، الماء بارتفاع، المباني بارتفاع، ونلاحظ بعد المباني عند التجارية على تراجع في هذه الجلسة بفلس واحد، مدينة الأعمال بارتفاع، الصناعات الوطنية فلسين، الكيبلات بارتفاع 13 فلس، وكيف قلت تقترب من حاجز 800 فلس، القرين وبوبيان بتكماويات، إجلتي على استقرار بعد أن كانت في المنطقة الخضراء، أما زين بعتقد المنطقة الحمراء فلس واحد لزين تراجعا، فلس واحد لزين تراجعا، والسيولة 36 مليون ونص، لاحظ حتى بعد المزاد في شراء، يعني 36 مليون ونص مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات، التخصيص مشاهدينا الكرام بترو جلف على تراجع، المشتركة ثلاث فلوس، وبعد المشتركة عندي ألافكو 15 فلس 210 ألافكو، الأسبوع بداية الأسبوع كانت 176 177، اليوم قاعد أتكلم عن 210، يعني أكثر شركة تقريبا صعدت هذا الأسبوع هي ألافكو، بنك وربا بأربع فلوس ارتفاعا، متكاملة بخمس فلوس، شمال الزور بخمس فلوس، نلاحظ مشاهدينا الكرام ألافكو 15 فلس، نور فلس، مشاريع الكويت كذلك ألافكو 15 فلس ارتفاع الشراء بعد المزاد، المساكن ألافكو زين السلام، لاحظ نفس الشركات تتكرر، وخاصة ألافكو اللي عند مستوى 210 لما تبقى إلا تقريبا 11000 فقط معروض على 210، داولها اليوم 13 مليون وشوي، إيفا 92.9 لإيفا، واعتقد أن إيفا حاليا مطلوبة 92.8 والعرض 92.9، ألافكو 15 فلس، والتعمير على استغلال، مدينة الأعمال مستوى 40 فلس، العيد اليوم يقفز غفزه سعريه، طبعا العيد عنده صانع سوق، صانع سوقه ثروه، لذلك نشوف 6 فلوس ونص للعيد، ألافكو تطلب ألافكو 210، تطلب ألافكو، المشتركه 193 مشاهدينا الكرام، مكاسب واضحه، ولكن تغلصت بعض المكاسب لجميع الشركات تقريبا تغلصت، ولذلك السوق الاول يذهب الى المنطقه الحمراء بثلاث نقاط وسوق و17 نقطه، ثلاث نقاط و17 نقطه السوق الاول في المنطقه الحمراء، اما السوق العام في اللون الاخضر ب 10 نقاط و19 نقطه 5559 نقطة و19 نقطة بكمية تداول 206 مليون و400، هذه الكمية تمت من خلال 9386 صفقة بقيم 36 مليون و500، نصيب السوق الرئيسي 13 مليون، بعد أن كان 45 نقطة صعودا يقفل على 41 نقطة صعودا مشاهدينا الكرام، والإقفال مميز بسيولته فقط لا غير، لكن تغلصت المكاسب بالنسبة للسوق الأول اللي تحول من
نقطة أو أقل من نقطة خضراء إلى 3.17 نقطة حمراء، فيما السوق الرئيسي يتراجع تقريبا بأربع نقاط في نهاية هذه الجلسة. طبعا فقد بعض المكاسب ليس تراجعا، ولكن وضعيته جدا إيجابية وبدخول جدا ممتاز في هذه الجلسة بالنسبة للسوق الرئيسي، بغض النظر عن الأربع نقاط اللي فقدهم في خلال المزاد، ولكن وضعيته جدا ممتازة وأغلب شركاته صعودهم جدا ممتاز خلال هذا الأسبوع. يعني هذا الأسبوع هو أسبوع السوق الرئيسي اللي تفوق بصورة واضحة على السوق الأول. نشوف السوق الأول وإقفالاته في نهاية هذه الجلسة، وضعيته في بعد الإقفال المزاد، ونشوف شلون الكميات المتداولة وكذلك السعر في نهاية هذه الجلسة. ألاحظ الوطني حاليا 846، 5,700,000، الخليج يتراجع 218، 6,300,000. يعني الخليج أنا قاعد أشوف أنا ملكيات الأجانب في بيع خلال هذا الأسبوع حوالي 17,000,000 أو شيء ما أذكر بالضبط، لكن في بيع قوي جدا على بنك الخليج، تدخل كمية كبيرة جدا. أما الدولي في 209 مشاهدين الكرام، معروضا 2,400,000، ونلاحظ بيتك 678 على تراجع في نهاية هذه الجلسة مطلوبا بعد أن كان مستقر عند 680، 3,700,000. بنك بوبيان يتراجع المشاريع على ارتفاع، ونلاحظ ارتفاعات جدا جيدة للصناعات ولبوبيان والقرين بتكماويات، فيما أجلتي كانت منطقة خضراء تحولت إلى استقرار. لاحظ حاليا رماية وألافكو وبريق القابضة في هذه اللحظات مشاهدين الكرام في شراء على كثير من الشركات، قاعد أشوف أنا شراء على أكثر من شركة في إقفال المزاد. طبعا في هذه اللحظات بعد المزاد، آسف، وليس في إقفال المزاد، شمال الزهور اليوم تقفز خمس فلوس اليوم شمال الزهور بعد سلسلة من التراجعات. المتحد البحريني يتراجع مشاهدين الكرام ب 237، ميزان بارتفاع متكامل، شمال الزور البورصة جميعهم بارتفاعات جدا جيدة. نلاحظ نهاية هذه الجلسة مميزة لإيفا، مميزة للاستثمارات، مميزة للساحل، مميزة لبيت الساحل اليوم 46 بعد تراجعات الأمس. البيت اللي قاعد يقفز قفزات سعرية من غير ما حد يحس فيه، 44.7 بعد أن كان في 40.41 تقريبا أو أقل. نلاحظ المركز المالي كذلك أوسف أرزان مستوى 58، الأولى بارتفاع جيد مشاهدينا الكرام، يعني ارتفاعات جدا ممتازة. السلام بارتفاع، اكتتاب بارتفاع، في مصفوك على تراجع، و النور اليوم في المنطقة الخضراء مستوى 175,550,000 تقريبا لنور. الامتياز يستقر عند نفس مستوى إقفال السابق، تبقى ثواني معدودة ونبند مشاهدين الكرام، ثواني معدودة ونبند. وآخر صفقة ألافكو حاليا زين، وقاعد أشوف أنا ألافكو تطلب حاليا 210. أما نكمل معاكم بس مشاهدين الكرام بقية الشركات الأخرى في السوق، لاحظ مزايا عند مستوى 56، يعني ما بقى ثواني معدودة، عشان كذي ودنا نكمل ونخلص مشاهدين الكرام بعض الشركات المميزة أو فيها كميات تداول واضحة. السهرة خلاص بندنا، بندنا السوق على 36,850,000، 36,000,000 850. اما بقيه الشركات الاخرى فشوف عربيه عقاريه اليوم منطقه الخضراء التجاريه على تراجع عند مستوى 109، متراجع فلس تقريبا بعد تداولات الامس اللي كان فيها شراء اسهم خزينه مثل ما ذكر الاخوان في التجاريه، وكذلك شراء مطلع. اما التجاره فهي بارتفاع في هذه الجلسه، التعميه تداولها 3,400,000، السفن 403,870,000 تداولها تقريبا، وارتفاع للسكب وكذلك الكوت في هذه الجلسه، الكوت طبعا من الشركات الخاملة. ونلاحظ رماية 2,700,000 لرماية 18.9، وبترو جلف بعد أن كان في المنطقة الخضراء وبقوة شرائية منذ بداية الجلسة، منذ قرر جلسة الافتتاح وكان منطقة الخضراء وصعود واضح، لكن إقفال المزاد تحول إلى المنطقة الحمراء، يتراجع 19.4. بيت الطاقة في المنطقة الخضراء 1,400,000، وآن 12.7 مليونين وشوي، وارتفاع لألافكو ب 14,210,000، وارتفاع كذلك للمشتركة عند مستوى 193,400,000. ولاحظ لوجيستيك على ارتفاع، اسمنت الخليج، ام القوين، الفجيرة، شركات الخليجية، جي اف اتش في المنطقة الخضراء، بريق القابضة اليوم بوضعية ايجابية 4,800,000 بعد عودتها للتداول قبل يومين، اليوم مستوى 40 فلس. لاحظ الخصوصية بارتفاع، مساكي كذلك بارتفاع، العيد بارتفاع في هذه الجلسة، يعني جلسة ايجابية مشاهدينا الكرام، تفوق فيها السوق الرئيسي على السوق الاول، ولكن على طوال هذا الاسبوع، ليس في هذه الجلسة، على طوال الأسبوع السوق الرئيسي هو المتألق والإيجابية واضحة في هذا السوق. نتمنى الأسبوع القادم إن شاء الله أن يكون للسوقين دور كبير جدا ومهم في ارتفاع جميع مؤشراتهم إن شاء الله. كل الشكر لك رائد ولمشاهدينا الكرام. شكرا لك عائد، يعطيك العافية. مشاهدينا الكرام، هكذا كانت ختام جلسات هذا الأسبوع على هذا النحو المتباين ما بين وتباين طفيف ما بين مؤشر السوق الأول وكذلك السوق الرئيسي اللي كانت ارتفاعاته 41 نقطة عند 4,497 نقطة. نكسب الوقت أكثر ونقف مع وقفتنا الأسبوعية دائما في كل نهاية أسبوع، نتحدث عن أسواق المال العالمية الأمريكية والأوروبية والآسيوية وأسعار النفط مع المحلل الفني الأستاذ محمد عرفة. حياك الله أستاذ محمد، يا هلا ومرحبا فيك. حياك الله، لك الوقت. بداية من أخبار الأسواق الأمريكية، تفضل.
زين، احنا كنا في الفترة الماضية طبعا كان في هناك نوع من الإيجابية بخصوص المصل الخاص بشركة فايزر، ولكن ما حدث في نهاية آخر 4 جلسات هو توضيحات من الـ FDA اللي هي المنظمة الصحة الخاصة في إعطاء تصريح الدواء في الولايات المتحدة الأمريكية. يعني بعض الشيء ضغطت على السهم بأنه ليس يعني نوع من اللقاح 100%، ولكنه يمنع الوصول إلى الفيروس إلى بعض الأشخاص، وبالتالي هناك الآن يعني خلينا نقول نوع من عدم التفاؤل في شركة فايزر في إحصاءات اليوم. في هناك تصويت أو في هناك اجتماع للـ FDA بإعطاء إما إعطاء فايزر الإمكانية بأن تقوم بحالة الطوارئ في دفع الدواء إلى الأسواق، وهذا ما قد يكون هناك يعني نوع من الإيجابية بعض الشيء اليوم. وبالتالي إذا ما أعطت التصريح الطارئ لشركة فايزر بتوزيع الدواء داخل الولايات المتحدة الأمريكية، طبعا أنا برأيي الشخصي أفضل من أن يكون هناك عدد وفيات. نحن وصلنا اليوم إلى 250 ألف حالة بالأمس القريب في الولايات المتحدة الأمريكية فقط، وبالتالي هناك نوع من يعني عدم التفاؤل في هذا الدواء بشكل خاص. خلينا نتكلم بالنسبة للعالم ويعني الأحداث التي تحدث في العالم. 200 مليار دولار هو حصيلة ديون متعثرة للعالم في عام 2020، هذا ما ذكره أو ما توقعته أن تقارب يعني قرابة 200 مليار تريليون دولار، ما يعادل حوالي 255% من الناتج الاقتصادي السنوي العالمي. يمكن كنا تحدثنا مع نهاية العام 2019 أخوي رائد إذا تتذكر بخصوص الدين العالمي، ويمكن هذه كانت الفقاعة التي بدأت تظهر في الكورونا الآن، بل زادت في الفترة الماضية. الموجة الثانية طبعا تهبط طبعا على 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 شركات الطيران وشركات السفر والسياحة بنسبة 70% في شهر أكتوبر، طبعا هذا كان عالميا بالنسبة للاقتصاد العالمي. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية طبعا الأعداد القياسية هي التي في يعني في كبرى الصحف ويعني متصدرة المنشطات العالمية، أعداد كبيرة، أعداد وفيات كبيرة، الأسرة في المستشفيات لا تستحمل، وبالتالي بدأ الحديث الآن عن حذر من مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض في المعدية في الولايات المتحدة الأمريكية السيد أنتوني فوتشي بأن ما اعتبره في شهر يناير القادم هو يناير المظلم. يناير المظلم أن ما يعني أنه وسط المخاوف التي حدثت وبسبب عيد الشكر وزيادة الأعداد، الآن المخاوف من الكريسماس ونيو يير بأن تصل إلى أعداد قياسية جديدة في شهر يناير، وبالتالي الآن هناك حذر جديد داخل الولايات المتحدة الأمريكية بسبب التجمعات وبسبب الاحتفالات القادمة في شهر ديسمبر مع نهاية ديسمبر وبداية شهر يناير. أما بالنسبة لتراجع الطلب على البنزين، طبعا لأول مرة وصلنا إلى أكبر تراجع بالنسبة لطلب البنزين في الولايات المتحدة الأمريكية منذ العام 1900 تقريبا 20 سنة تقريبا منذ العام 1998، أدنى مستوى لاستخدام البنزين في الولايات المتحدة الأمريكية طبعا بسبب عدم الخروج خارج البيوت والالتزام داخل البيوت في الفترة الماضية. قطاع النفط ذكرنا في أنه من كبرى خسائر القطاعات في الولايات المتحدة الأمريكية هي قطاع النفط، خسر ما يقارب حوالي 91 ألف وظيفة بسبب الجائحة منذ فبراير إلى اليوم، وبالتالي هذا يعطي نذير شؤم بالنسبة لهذا القطاع في الفترة القادمة في الولايات المتحدة الأمريكية. أما بالنسبة لسيد ترامب والحزمة التحفيزية، تقدم السيد ترامب بحزمة تحفيزية جديدة زيادة عما كان مقدرا في 908 مليار، زادها إلى 916 مليار ولكن قبلت بالرفض، ويمكن هذا هو كان الأمل الوحيد المتوقع يعني المتوقع من قبل الأسواق العالمية بأن يتم التصويت على حزمة تحفيزية تصل إلى 1.7 تريليون دولار، ولكن إلى الآن السيد ترامب ذكر بأن إذا ما زادت الرقم عن هذا الرقم سوف يتدخل بالفيتو الرئاسي، وبالتالي إلى الآن الأزمة قائمة بالنسبة للحزمة التحفيزية الخاصة بدعم العمالة ودعم الاقتصاد الأمريكي في الفترة القادمة. الخزانة الأمريكية تضيف ست شركات منها شركات صينية إلى البلاك ليست أو الشركات المحظورة داخل الولايات المتحدة الأمريكية وبعض السفن، طبعا هذا كان من المؤشرات السلبية داخل الاقتصاد بشكل عام. زيادة الصادرات ل1% يمكن كان نوع من الإيجابية بعض الشيء، ولكن العجز التجاري الأمريكي يرتفع إلى 63 مليار دولار في شهر أكتوبر، طلبات المصانع عند ارتفاع تقريبا الحمد لله وصلنا لحوالي 1%، أما عجز التجارة الأمريكي يصل إلى 1.17%.
كم لاحظ الداو جونز وصلنا الى مستويات قياسيه جديده، جميع المؤشرات في الولايات المتحده الامريكيه لمست مستويات قياسيه جديده، مستويات الداو وصلنا الى مستويات 30300، ولكن سرعان ما تراجع حوالي تقريبا 300 نقطه. الناسداك الاس ام بي بنفس الاسلوب، مستويات قياسيه جديده فوق مستويات 3710. اما في نهايه اليوم كان هناك تراجع، طبعا هناك ارتفاع بعض الشيء، ولكن الى الان يعتبر متراجعا من قبل من اعلى مستوى هاي. الناسداك الوحيد الذي تم الضغط عليه بشكل كبير لو نلاحظ مستويات 12600 ما سرعان ما تجاوز مستويات 12300 بالامس القريب، طبعا هذا كان بسبب الضغط على اسهم التكنولوجيا والحديث عن الخروج من اسهم التكنولوجيا والدخول في الاسهم الصناعيه. هذا كان بالنسبه للاسواق الامريكيه. بدقيقتين اذا قدرنا ناخذ شيء عن الاسواق الاوروبيه محمد. اوروبا طبعا، واليوم في موعد مع البنك المركزي الاوروبي، واحتماليه هناك تغيير في سياسات التيسير الكمي بالنسبه للسيده لاغارد، ذكرت بان تكثيف برنامج الطوارئ وشراء السندات وتحسين شروط الاقتراض هذا يعتبر من اولويات البنك المركزي الاوروبي. اليوم قد يكون هناك تغيير في سياساتها، ولكن الى الان نحن على موعد يمكن تقريبا على الساعه 3 تقريبا الموعد الخاص بالفائده الاوروبيه. اما بالنسبه لامال اللقاح، طبعا نعلم بان بريطانيا هي اول من بدات في يعني استخدام اللقاح، وكانت المسنة بقرابة 91 عاما بأن أول شخص يعني أخذ الفاكسين الخاص بفايزر في بريطانيا، أعطى بعض الشيء من الدعم والتفاؤل في الأسواق الأوروبية وخاصة الأسواق البريطانية. نمو الاقتصاد الأوروبي في شهر في الربع الثالث يعني، وهذا غريب جدا، مع الإغلاقات وصلنا إلى حوالي 12.5%، طبعا كان متوقع أن يكون بالماينس، ولكن سبحان الله كان هناك نوع من الارتفاعات. وتأثيرها على الشارتات؟ بالنسبة للداكس لاحظنا أن مستوياتنا يمكن لأول مرة لمسنا مستويات قياسية جديدة بالنسبة للداكس، لمسنا مستويات 13400، طبعا هذا يعتبر مستوى قياسي لأول مرة منذ سنوات، ولكن هناك نوع من التراجع بعض الشيء، ولكن إلى الآن يعتبر الأسواق الأوروبية أفضل من الأسواق الأمريكية. فوتسي ولمسنا مستويات 6600، هناك ارتفاع وصلنا لحوالي 1.15%، ولكن الحديث الآن بالنسبة لبريطانيا هو الخروج من البريكزيت. نعلم بأن كان هناك نوع من الشد والجذب وهناك نوع من الاتفاق أو عدم الاتفاق، ولكن السيد جونسون دار علينا وذكر لن نبرم أي اتفاق تجاري ما لم يتراجع الأوروبيون عن مطالبهم، وبالتالي هذا قد يكون تصريح واضح بأن لن يكون هناك اتفاق عدا أن يكون هناك تنازل من قبل الأوروبيين. طبعا هذا كان بالنسبة للاقتصاد البريطاني. يعطيك العافية، كل الشكر لك أستاذ محمد عرفة، خبير في أسواق المال العالمية، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول لكم مشاهدي ومتابعين برنامج المؤشر. نلقاكم إن شاء الله على خير، وعطلة نهاية أسبوع موفقة وسعيدة للجميع. نلقاكم إن شاء الله يوم الأحد، دمتم بكل خير وإلى اللقاء.